كبيرة في ثمن نهائي كأس العالم. المغرب في مواجهة إسبانيا. اليوم أصحاب الأرض والترشيحات ليست في صالحهم، والكل يعطي الزوار لفريق للتأهل. أكيد أصحاب الأرض سيحاولون الاستفادة من عمل الأرض والجمهور لتقليل الفوارق بين الفريقين وزيادة الأمان في المباراة. شوف قطر الكرة أبعد الخطورة، اتاحت الفرصة في هذه الكرة، تحكم سيء بالكرة من اللاعب والكرة إلى خارج الملعب. يوسف النصيري، فرصة هدف الآن. الله، بدأوا القمة، أشعلوها أشعلوها، 1-0 في هذا اللقاء. متابعة جديدة للهدف في الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة، مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. سلم في المباراة والمنتخب الإسباني يتأخر ويبحث عن طريقة سريعة للعودة. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. رومان سايز، أشرف حكيمي، حكيم الزياش، هنا في مكان خطير. تسلل واضح وصريح هنا بدون أي مجهود، نشاهد حالة وقوف في التسلل وكأن الفريق يهاجم لوحده على الفريق. اللعب بروح حماسية أكبر. حلو التدخل على الكرة. سوفيا بوفال بيلعب الكرة باتجاه المرمى، كرة تتهادى إلى حارس بدون أي مشاكل. بيدري، بوسكيتس، كوكي، بابلو سرابيا، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. دقيقتين يضيفوا بحكم المباراة كوقت بدل ضايع، ولا تعلن الصافرة عن نهاية مجريات الشوط الأول. بداية الشوط الثاني من المباراة وتأخر المنتخب الإسباني في النتيجة ويجعل تحت ضغوطات العودة. كوكي، الآن تأتي المساندة، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا، ممكن التعادل. غير اتجاهها بعد ملامسة المدافع وضربة ركلية. هدف إسباني يا تلال، هدف ما كانوا يحتاجون، تعود المباراة إلى نقطة البداية. إذن تبديل يجريه الفريق الآن، هدف التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. النصيري، يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع. نار تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. فيران، توكي، تدخل بيخلص الكرة، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. سوفيا بوفال يتحرك بالكرة للأمام، يقطع الكرة في مكان خطير، الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة. ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. المنتخب الإسباني يحاول الآن تسجيل هدف تعادل قاتل في اللحظات الأخيرة.
بوسكيتس. خطيرة وقطع هنا وركلة حرة لنصيب منتخب إسبانيا. رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. إذن دقيقة واحدة يحتسبها حكم المباراة كوكب بدل ضايع. ولا تنتهي هذه المباراة بشكل رسمي.